يعني الواحد لما يجي يتكلم طبعا على لما جينا نختار انا وفريق الاعداد اسم وعنوان للحلقه، اخترنا حلقه في حب حسن شحاته. فاكيد النهارده واحنا بنتكلم على نجم كبير واسطوره كبيره، وحشنا ووحش كل المصريين كابتن حسن، يعني وحشنا وحرمنا منك والناس كلها، مش انا، الناس كلها النهارده لما عرفت ان انت موجود. والله يعني انا طبعا سعيد وبتشرف بيك طبعا، الحمد لله، ولكن انت وجودك بيدي بهجه لينا كلنا ولكل الناس اللي بتشوفك، وبجد بجد وحشنا جدا جدا. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك، وربنا يخليك سعداء وانت متواجد معانا. متشكر، ربنا يخليك. عايزنا نبدا منين؟ نبدا من الكابتن حسن شحاته المعلم اللعيب، ولا عايزنا نبدا من الانجازات؟ بص النهارده انت تقول اللي انت عايزه. يعني اي حاجه، اي حاجه انت عايز تقولها النهارده انت تقولها.